سوف يعاقبون على إبعادهم ابني عني. هل ما فعلوه بنا عدل يا أمي؟ ها؟ سيدة مالعون، عائشة ستعتني بأورهان جيدا. إن شاء الله ستلتقين بابنك سيدة مالعون. إن شاء الله. ستسفك الدماء والكثير منها، خاصة بفعلته الأخيرة وتفريق الأم عن ابنها. يجب أن يدفع ثمن هذا، لكن الخطأ خطأنا. ما كان يجب علينا أن نخرج ونترك أورهان؟ يكفي يا أيقول، تركنا أورهان هناك كي لا نريق دم الأخوة، تركناه في قبيلته وليس بين يدي العدو. ثم ألم تفهمنا ما يحاول الوزير فعله؟ يريد إظهارنا على أننا متمردات كي يظهر أنه على حق. لو سفكت الدماء لظهرنا مخطئات أمام الناس. لهذا السبب قبلت بتفريقك عن ابنك. سامحيني بحقك يا ابنتي. لو سحبت السيوف لوصلنا لنقطة لا عودة منها. أسامحك يا أمي، أنت فكرتي بما هو صحيح. الأمومة أمر مختلف سيدة مالعون. الأصعب هو الانفصال عن الابن. لكنك سيدة قوية ولم تخضعي للعبة الوزير. ما بك يا ابنتي؟ أنا أتألم يا أمي. يا أبطال، أنا أتألم. توقفوا بالا، توقفوا. أمي، هل أنت بخير؟ سيدة بالا، لا يهدأ يا أمي، لا يهدأ. بالا، نحن في يوم حظنا يا جوليا. سنقتلهم جميعا، لن يبقى أحد منهم حيا. اهدئي قليلا. اهدئي. تلك الحبلة سأقتلها بيدي. بالا، اهدئي. متى شعرت بالألم؟ أمي، ماذا لو أنجبت؟ قولي يا ابنتي، منذ متى تشعرين بالألم؟ منذ الأمس أمي، لكنها تحملت. ظننت أن الألم سيزول، لكن لم أعد أحتمل. لنمددها. هيا يا سيدة، هيا ببطء. على مهل، على مهل. هيا بالا، على مهل. عندما تنهين أمرهم سأنتظرك في طريق سوغوت. هيا. أيها الجنود استعدوا. هل أنت بخير؟ بخير أمي، سأحتمل قليلا. من الواضح أنه سيكون شقيا. لنصل إلى القرية، ولادتها مبكرة. حسنا أمي. يا أبطال، إلى الخيول. هيا. هيا. بل انتظري. أمي. احمي ابني يا الله. بالا. بالا.
قلت لك إنني سأقتلك، وها قد أتيت. لا أحب ترك عملي ناقصا. سأقتلك، وسأقتل هذا الذي تحملينه في بطنك. اذهبي وإلا سنقتلكم. هاجموا زهراء، عليك أن تحمي بالا. احموا السيدة بالا. سأريكم. يا الله يا الله، احمي ابني يا ربي. احموا السيدة بالا يا أبطال. بالا، 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 فلتموت. يا أمي أرجوك، أمي، لا يا أمي، اصمدي. بالا، سوف أقتلك الآن. تعالي تعالي. الآن نهايتك قد حانت يا بالا. من أين أتى هؤلاء؟ اصمدي يا أمي، اصمدي. أمي، لا يا أمي، اصمدي. ما شاء الله على أبطالي. الحمد لله. أمي، 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 لا، ملعون. بلى. أيها الجنود، سننسحب.
من أنتما؟ عرفا عن نفسيكما. هذا واضح، أنتما بجانب الحق. أمي 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 انهضي يا أمي. هل أنت بخير؟ أمي هيا 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 أمي احملوها. هيا هيا اصمدي يا أمي. هيا اصمدي ولا تتركيني أمي أرجوك. انهضي أمي. سهمك صائب بوران ألب، لم تخطئ في أي إصابة، وأنت كنت بطلا يا أخي، فلتسلم. استأذن يا هذا، استأذن. ماذا تريد؟ ها؟ أحتاج مساعدتك. اصمت اصمت، أنت تعمل بجانب الثعبان، ما الذي تحتاجه؟ جوليا، ستهاجم السيدات، يجب أن نمنعها. انظر إلي، إلى أي فخ تستدرجني؟ هل تراجعت عن خطائك من قبل حتى أصدق كلامك الآن؟ بوران، رأيت خطأي وتراجعت عنه، إن لم تأتي معي سيموت الكثيرون. هيا. أنت بجانب الحق؟ أنا بجانب الحق. أي أنا بجانب السيد عثمان. هيا. ما حدث سيبقى بيننا، هذا سرنا، كل من يحتاج مساعدة سنساعده، لكن إياك أن أعرف كيف أحفظ السر، وأعرف من لا يجب أن يعلم بهذا. لا تقلق. هيا، السيد بوندوز سيعقد اجتماع السيادة. هيا. هيا هيا هيا. لم تقل شيئا يا كومرال عبدال، أخبرنا، هل ستكون بخير؟ لا يقطع الأمل من الله، لكن جرحها عميق جدا وخطير. كومرال عبدال، جلبت الدواء، شفاها الله، رضي الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيبت بسببي لأنها رمت نفسها أمامي. لا تقولي هذا بالا، لا ذنب لك. السيدة سيلجان قوية، ستتعافى. نعم قوية،
إنها أم الكاي كلهم، إنها قوية. يا الله هب لنا أمنا من جديد. آمين. أمي، أمي زلجان، أمي، 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 أنا بخير أمي، وهذا بفضلك، وأنت ستكونين بخير. الحمد والشكر لله. هل هي بخير؟ إن حدث شيء ما لأمي، يداي ستكونان على يعقتك. انظر ما تسببت به سيد غوندوز، افتح عينيك وانظر جيدا. كيف حدث هذا؟ قلنا لي من فعلها؟ ومن برأيك؟ بالطبع من تتعاون معهم وتسأل أيضا. الشخص الذي يفيده موتنا، من فعلها؟ جوليا أرسلها نيكولا الذي اتحدت معه، إنها كلبته. لكن ليس هو وحده من يقف خلفها. أنت تعلم جيدا من الذي أعاقنا تقدمه، الوزير علم شاه من أرسلها خلفنا. ألم تسأمنا من اعتباري علم شاه مسؤولا عن كل أمر خاطئ؟ أنت تعلم جيدا سيد غوندوز، أهداف الوزير ونيكولا واحدة. أمي، سأعاقب من فعل هذا. هل تذكرت أمومتي الآن؟ وقد قمت بنفي من قبيلتي. أمي، دست حق أمومتي ومضيت يا غوندوز، ليس أنا فحسب. لم تستطع الحفاظ على أمانات أخيك، قمت بفصل أم عن ابنها الصغير. أخبرني، قل من أنت؟ هل أنت ابن حليمة، ابنها التي اعتنت به كبؤبؤ عينها؟ لو علما بأنك أدرت ظهرك لأخيك، أمك وأبوك، ماذا كان سيقولان؟ لكن يا أمي، أنا لم أدر ظهري لأخي أبداً. كنت أحسدك على الدوام، هل تعلم؟ كنت أقول لقد ربت السيدة حليمة ابناً يقف خلف أخيه الذي اؤتمن عليه ولا يشعره بغيابها. أمي لا تحرق قلبي، ما زلت إلى جانب أخي.
اسأل قلبك. في أي جانب يقف؟ هناك قصة تقول أخذوا أحد الرجال وبدأوا بضربه، وعندما كانوا يضربون صدره كان الرجل يبكي ويقول ظهري ظهري، فتوقفوا وقالوا يا رجل إننا نضرب صدرك، فلماذا أنت تبكي قائلا ظهري ظهري؟ هل تعلم ماذا قال؟ قال لو إن ظهري كان قويا لما استطعتم أن تضربوا صدري. الأخ هو الظهر وهو السند. اذهب إلى منصبك، هيا. سامحيني بحقك، لا أريد رؤيتك بعد الآن، اذهب. لا حق لي عليك كأم، ولكن اعلم أنني سأدعو الله لك كزوجة عمك أن ترى الحق حتى آخر نفس. شيخي، قلبي يحترق يا شيخي، قلبي يحترق. لم أعلم أن هذا سيحصل. لو كنت تعلم وفعلت لكنت من الظالمين، لأنك لا تعلم فأنت من الغافلين. من أجل وحدة القبيلة، من أجل خيرنا جميعا، أردت إبعاد السيدات كي لا تسفك الدماء. شيخي، بالتأكيد كنت سأعيدهن، وهل سأتركهن؟ يجب أن يكون المؤمن فطنا ويقظاً. سيد غوندوز، أتعرف المنافقين الذين أسسوا مسجد الضرار؟ أرادوا دس النفاق بين المؤمنين ومساعدة أعداء الله والرسول، فبنوا ذلك المسجد. الكلاب سعوا كي يجعلوا عش الخيانة والظلم يبدو كبيت لله، لكن ما الذي سيخفى عن الله؟ هو
الذي يرى ويسمع كل شيء. أعلم الله رسوله بنيتهم في سورة التوبة. حرم الوقوف أمام الله في عش الشر ذاك الذي هيئ على أنه مسجد لله، ورسول الله جعلهم يهدمون عش النفاق ذاك. آيات الله واضحة وسنة الرسول واضحة أيضا. المنافقون الذين أسسوا مسجد الضرار، هل تظنهم انتهوا اليوم سيد غوندوز؟ لم ينتهوا، والغافلون اليوم يسجدون في خانات وقصور المنافقين هؤلاء، ولا يستطيعون تركها ولا هدمها. نحن دائما ضد المنافقين يا شيخي، لكن ما أراه أنك تشك بنية عالم شاه. أنا أكفل نيته شيخي، إنه يفكر بالأتراك. الوزير عالم شاه قد ختم على قلبه وختم على عينيه وأذنيه بشروره لدرجة أنه دخل في غيبوبة الغافلين ولن يستيقظ. أليست نهاية من يصرون على الغفلة هي النفاق؟ من الواضح أن كلامي لا يؤثر عليك. سيد غوندوز، إن كنت تود أن تستيقظ من الغفلة عليك أن تكون مرشدا لنفسك وضميرك. أين عثمان؟ أين عثمان؟ قولي لي عثمان، إن أمك راضية عنك. كونوا متحدين دائما في سبيل الدولة التي يحلم بها. سترون تلك الأيام معا إن شاء الله. سنراها أمي، جميعنا إن شاء الله. كان من نصيبي أن أرى سيادته يا ابنتي، لكن لا نصيب لي برؤيتي دولته. بل سترينها يا أمي، سترين تلك الأيام إن شاء الله. عثمان يرى دولته العظيمة في حلمه، وأنا أرى أولادكما الصغار وهم يبنون ذلك الحلم الذي رآه عثمان. توضيح ذلك لأبنائكما يقع عليكما أنتما. الأمهات هن من ينشئن الخيام ويربين الأبناء، وهن من ينشئن من الخيمة قبيلة ودولة. الدولة التي سنؤسسها ستزدهر وتكبر بأيديكن الرحيمة والأصيلة. أرهان عزيزي، أرهان هو وأخوه سيصبحان قاعدة لتلك الدولة. أعرف أنكما ستزرعان حب الدولة في قلوب أبنائكما. هل هناك كائن بلا أم لتكون الدولة هكذا؟ يا لسعادتي
الدولة التي سيؤسسها ابني عثمان ستكون بأمان طالما أنتما خلفه. الحمد والشكر لله.